مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وصباح الخير عليكم، ويوم جديد وحلقه جديده من حلقات شباب على الهوا. النهارده في شباب على الهوا بنبدا يومنا بكل التفاؤل والحب والامل، السعاده، كل الحاجات الحلوه. الحقيقه يعني امبارح كان يوم جميل، امبارح كان يوم شم النسيم اللي قضينا فيه اوقات مذهله، ويعني بين الجناين وبين، حتى مش لازم يبقى في جناين حقيقه، يعني احنا لو اتجمعنا كلنا كاسر مع بعض يعني دي في حد ذاتها بتبقى حاجه ظريفه جدا. الحقيقه كمان هي ان احنا ازاي نقدر من خلال تجمعاتنا دي نبقى بنستفيد بلمتنا ونبقى فرحانين، وكمان الطبيعه تفرح من حوالينا. يعني ازاي الطبيعه تفرح من حوالينا، وايه الكلام الاكليشيهات اللي انت بتقوليها دي عزه، لكن الحقيقه والله صحيح. يعني احنا المستقبل احنا مش عارفين مين اللي جاي فيه، يمكن ولادنا يمكن ولاد ولادنا، ولكن الحاجه اللي باقيه هي الطبيعه، الطبيعه اللي ممكن تشكرنا وممكن تبقى بتنقم علينا بشكل كبير جدا الحقيقه. يعني دايما بنتكلم عن المتنزهات والاملاك العامه، واللي ازاي نقدر نحافظ عليها، واللي ازاي لازم ان احنا يبقى عندنا وعي باهميه الحفاظ على البيئه. حقيقة كمان الحفاظ على البيئة مش بس ان احنا منرميش في الارض، ولا ان احنا منرميش حاجات في الحدائق، وان كل حاجة نحطها في الباسكت والكلام ده. الفكرة كلها في ان في عادات لاستهلاكنا، ازاي نقدر نحافظ على البيئة من خلال ترشيد استهلاكنا. ايوه يعني احنا، يعني هل تصوروا ان احنا لما بنطفي نور الأوضة اللي احنا مش قاعدين فيها، ده في حد ذاته حفاظ على الموارد بتاعت البيئة، حفاظ على البيئة من التلوث، استهلاكنا للكهرباء بشكل كبير. ويمكن ده يعني معظمكم عارفينه لانه اتناقش بشكل واسع وبشكل كبير جدا من خلال كوب 27 في العام الماضي، ولسه كمان هنكمل على الموضوع ده. وفي الخطة الجديدة ل 2030 هي ازاي نقدر نحافظ على عاداتنا الاستهلاكية. الحقيقة ان دي بوينت مهمة جدا، وكان لازم الشباب يبقوا حاطين بصمتهم فيها، وده بالظبط اللي هيكون معانا النهارده من خلال حلقتنا، واللي هتكون بعنوان عاداتنا الاستهلاكيه والحفاظ على البيئه من خلال مشروع عملوه طلاب كليه الاعلام. كل ده هنشوفه النهارده من خلال حلقتنا، ولكن زي ما انتم عارفين في بدايه حلقتنا لازم هناخد فاصل، وبعدين نرجع نستعرض اهم الاخبار اللي هتكون موجوده معانا النهارده. رجعنا لكم مره تاني وبرنامجنا برنامج شباب على الهوا، ومعانا دلوقتي الخبر. خبرنا اللي معانا النهارده هو بعنوان انطلاق المؤتمر الدولي لاعلام القاهره حول التغييرات المناخيه والاقتصاد الاخضر غدا. بننطلق غدا يوم الاربعاء فعاليات المؤتمر العلمي الدولي ال29 طبعا لكليه الاعلام جامعه القاهره، وهيكون بعنوان الاعلام والتحول نحو الاقتصاد الاخضر في ضوء التغيرات البيئيه والمناخيه. وبيستمر الحقيقه على مدار يوم الاربعاء والخميس بقاعه المؤتمرات بالكليه، وبيشارك بفعاليات المؤتمر نخبه من الاكاديميين، وطبعا تحت رعايه نخبة من الأساتذة والدكاترة، وبيشارك زي ما قلت لكم نخبة من الأكاديميين الخبراء الممارسين للمجال الإعلامي، عشان يتبادلوا وجهات النظر والرؤى الاستراتيجية حول موضوعات عدة بتتناول الإعلام وقضايا التغيرات البيئية والمناخية، وده لتبادل المعارف والأفكار والخبرات حول دور الإعلام التقليدي الرقمي في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء خطط التنمية المستدامة. ده كان خبرنا النهاردة، وخلينا دلوقتي نطلع لفاصل. الفاصل ده هيكلمنا عن التقرير هيكلمنا عن مشاريع التخرج، وطبعا مردودها الإيجابي على المجتمع وعلى الطلاب وطبعا على الشباب بشكل عام. تعالوا مع بعض دلوقتي نشوف هذا التقرير، وعلى طول بعدها نبدأ نستقبل ضيوف. التخرج طبعا بتبقى مفيده للطلاب ومفيده للمجتمع، وبعدين لازم يعني نشتغل في اي حاجه طبعا تفيد البلد وتبنيها، لان احنا برضك يعني لازم نبقى ايد واحده في كل حاجه. يعني مش لازم استنى التخرج بتاعي واشتغل شغلتي، اشوف اي بديل هعمل بيه وافيد بيه مصر، ان مصر هي ام الدنيا طبعا وكلنا معاها باذن الله. هو طبعا المشاريع بتبقى مهمه جدا للطلاب وللناس، علشان هم بيقدموا مواضيع بتبقى فعلا مهمه، وبتبقى زي فيلم قصير كده الناس تتعلم منه لو وقت العرض او كده.
وانا كنت كلية اعلام، فكنا عاملين المشروع التخرج بتاعنا عن جمعية. الجمعية دي بتقدم هي خدمات لاهالي المرضى الاطفال اللي كانوا مصابين بالسرطان. المستشفى بتقدم لهم، معهد الاورام بيقدم للطفل، لكن الاهالي لا، ما كانش بيبقى في حد بيقدم لهم رعايه. فاحنا عملنا سبوت لايت كده على الجمعيه وعلى ايه الخدمات اللي بتقدمها. طبعا مشروع التخرج لازم يبقى هيفيد المجتمع وهيفيد الطالب، هيطلع على الاقل مهندس فاهم شغله وفاهم على ارض الواقع، غير ما يبقى دارس بس ومش حاضر حاجه معينه. يعني لو عمل مشروع هيفيده اكيد لما يخرج هيبقى مهندس في نفس الموقع، غير ما يبقى مهندس دارس ومش فاهم، فدي حاجة كويسة للمجتمع. مشروع التخرج بتاعي كان عبارة عن سوشيال اب، في دردشة وفي ستوريز وفي في قبل يعني تنزل صور وكده. هو كان كنت عامله فلاتر بفلاتر كده ويدجت، بس بيسهل علينا ان احنا نتراسل مع بعض، ننزل صور، ننزل اخبار، ننزل احداثنا اليومية. زي ما قلت لكم عاداتنا الاستهلاكيه وازاي نقدر ان احنا نبقى نحافظ على البيئه من خلال عاداتنا الاستهلاكيه. الاستغلال الخطا للموارد بالاضافه للعادات الاستهلاكيه السيئه اللي بتؤدي لتلوث شديد جدا في البيئه. طيب علشان كده الحقيقه ان اهتمت دول العالم بهذه القضيه بشكل كبير جدا، والامم المتحده عام 2015 وضعت اجنده للتنميه المستدامه لحد عام 2030 علشان تكون اطار عام للدول سواء غنيه او فقيره ان هم يلتزموا باهداف هذه الخطه. الهدف من الخطة دي هو الاستهلاك والإنتاج اللي بيكونوا مسؤولين على الحفاظ على البيئة. طيب هنعرف أكتر عن الموضوع ده من خلال موضوع حلقتنا النهاردة وتفاصيلها أكتر من خلال حوارنا مع ضيوفنا في الحلقة، لكن في البداية خلونا نتعرف عليهم. معي النهاردة في الاستوديو معايا سلمى أحمد. أهلا بك يا سلمى. ومعايا كمان آية جمال. أهلا بك يا آية. ومعايا ريهام عبد نصر. أهلا بك يا ريم. طبعا كلهم فتيات جمال جدا من طالبات من كلية الإعلام بجامعة القاهرة قسم العلاقات العامة والإعلان. ونبدأ مع بعض الحكاية. حكايتنا النهاردة هنتكلم فيها عن موضوع أو مشروع تخرجكم. أولها مشروع التخرج اللي بيكون بتصميم وتنفيذ عبارة عن حملة توعية لموضوع معين أو لسبب أو اختيار فكرة بعينها. الفكرة جات لكم ازاي؟ احنا عملنا زي كذا ميتنج احنا بينا وبين بعض، قعدنا نناقش افكار كتير وعملنا ماركت ريسيرش ان احنا نشوف ايه المشاكل اللي موجودة في المجتمع، لان ان من اكبر المشاكل ان مفيش ناس ما عندهمش وعي ان ازاي خطورة المنتجات الغير صديقة للبيئة على صحتهم وعلى البيئة. وبرضو عرفنا ان توجه الدولة ل2030 اللي هي استراتيجية التنمية المستدامة بيتكلموا عن ازاي نقدر نخلي الدولة كلها تتجه ناحية الاستدامة، فقررنا ان احنا نعمل وعي نفهم الناس ايه المنتجات الصديقة للبيئة ونوعيهم بالمنتجات الضارة للبيئة عشان يقللوا منها، وباختلاف بقى التارجت اودينس بتاعنا باختلاف اعمارهم. تمام. طيب آية قولي لي، كل حملة طبعا بيكون ليها هدف ورؤية هتتحركوا من خلالها علشان تقدروا ان انتوا تحققوا الاهداف الرئيسية لحملتكم. عملتوا ده ازاي او حددتوه ازاي من البداية؟ احنا حددنا الاهداف دي من خلال الشعار بتاعنا اللي هو تحت بند قلل بدل كمل. فاحنا كان قسمنا الحمله بتاعتنا لثلاث مراحل. المرحله الاولى كانت مرحله قلل، هو ان احنا نوعي الناس ان هم يعني ليه قللوا المنتجات الغير صديقه للبيئه زي البلاستيك والحاجات دي. بعد كده دخلنا في المرحله اللي بعديها اللي هي مرحله بدل، ان احنا نعرف الناس ان هم يعني يبدلوا ايه وازاي، اللي هو مثلا بدل ما تستخدم شنطه بلاستيك استخدم شنطة قماش. ودلوقتي احنا حاليا ابتدينا في مرحلة تكمل، ان احنا نخلي ان ده لايف ستايل، نساعد الناس ان هم يكملوا في السلوك المستدام ده للأبد. تمام. بس
فانا حاسه برضو ان هي زي توجه عام، زي احنا دلوقتي البنات بقوا يعني الحاجات اللي دايما بيشيلوها دلوقتي التوتي باجز والحاجات دي، فاللي هو بقى ده برضو اتجاه برضو ان الفاشن يبقى داخل في الموضوع، فنبقى حاسين ان ده زي ما انت بالظبط بتقولي ان هو لايف ستايل. ايوه بالظبط. طيب تمام، خلينا نتكلم عن ازاي ان انتوا نفذتوا الحمله بتاعتكم وتعاملتوا معاها او تعاملاتكم اليوميه سواء في الاسواق الجامعات او اي مكان كنتوا بتنفذوا فيه الحمله. هو احنا كنا مهتمين ان احنا ننزل فعاليات نتكلم مع الجمهور كمان، يعني كنا بننزل مثلا نوادي او مستشفى او مدرسه كمان علشان نعرف الاطفال، كنا مثلا بنسالهم مثلا اسئله في الاول نعرف هم عارفين فعلا الفرق بين المنتج الصديق للبيئه او لا، كنا بناخد معانا مثلا منتجات مش صديقه للبيئه ومنتجات صديقه للبيئه علشان نشرح لهم بشكل يعني مباشر كده علشان نفهمهم بالظبط ايه الفرق وليه ده مش صديق للبيئه، علشان كمان نفهمهم الموضوع بقى بشكل مباشر على طول من خلال الفعاليات اللي احنا كنا بننزلها دي. وكنا بنعمل برضو ايفنتات في الحم يعني في عملنا ايفنت في الكليه عندنا وايفنتات في مناطق تانية كمان. بصي اعتقد ان انتوا استعنتوا بمجموعه من الفنانين علشان تقدروا ان انتوا تقدموا ده او توصلوه بشكل اكبر اوضح للناس، فخلينا نشوف الفيديو اللي بيوضح فكرتكم اكتر. ان الحقيقه هرجع بقى اسالكم حاجه بقى يعني على فكره ايه هي المنتجات الصديقه وايه المنتجات المش صديقه من خلال لقائنا مع بعض. تعالوا مع بعض دلوقتي نشوف الفيديو اللي بيوضح فكره الحمله بتاعته. في يوم من الأيام صحينا حاسين برغبة في التغيير، تحديداً في الوقت اللي احتياجاتنا الشرائية واستهلاكاتنا بدأت تكبر أكتر وأكتر، وبدأنا نحس بوجود مشكلة حقيقية في المنتجات اللي بيشتريها معظمنا من غير ما نحط اعتبار اجتماعي أو بيئي بنشتري على أساسه. هل المنتج ده بيضر البيئة؟ هل المنتج ده قادر يتحلل بشكل طبيعي؟ طب هل بيؤثر على الإنسان والحيوان بشكل سلبي؟ طب المنتج ده هيكمل معانا فترة قد إيه؟ ومن هنا بدأنا نحط إيدينا في إيدين بعض عشان نحل المشكلة دي، وإحنا مؤمنين ومصدقين ومصممين على الفكرة، ولقينا إن الحل هيكون من خلال شروة دايمة. شروة دايمة هتساعدك تغير اللايف ستايل بتاعك وتبين لك أهمية المنتجات المستدامة وقدرتها على إنها تكون بديل قوي بجودة واضحة تخليك تقلل المنتجات الملوثة للبيئة عشان منتجاتك تكمل معاك وقت أطول من غير ما تضرك ولا تضر بيئتك. العداد بيعد ورحلتنا قايمة، قلل، بدل، كمل وخليها شروة دايمة. أنا بدعم حملة شروة دايمة لخريجين كلية إعلام، واللي بتدعم فكرة إن إحنا نبقى أصدقاء البيئة وما نستخدمش الحاجات اللي ممكن تضر البيئة زي البلاستيك. مساء الخير، أنا عمرو وهبة وبدعم حملة شروة دايمة، مشروع تخرج كلية إعلام جامعة القاهرة. بالتوفيق لكم إن شاء الله. مساء الخير، أنا محمد علي رزق ممثل، أنا بدعم حملة شروة دايمة. الحملة دي هدفها ترويج للمنتجات الخضراء الصديقة للبيئة، يعني أنا شايف إن هي حملة محترمة وأتمنى إن الحملة دي تحقق أهدافها وتوصل لكل الناس. التوفيق لكل القائمين على الحملة. يعني فكرة جميلة جدا، يعني حتى كمان اللوجو اللي انتوا عاملينه قلل بدل كمل، ويعني فكرة شروة دايما، الاسم ده انتوا جبتوه ازاي؟ هو الاسم عبارة عن كلمة شروة، دي بتدل على السلوك الشرائي، ان احنا كل يوم دي في حياتنا كل يوم بنشتري حاجات، فاحنا قررنا ان الشروة دي تبقى دايما اللي هي بتدل على هوية المنتج الاخطر، ان هو يبقى دايما معاك لأطول فترة ممكنة. مظبوط. ويبقى يعني قبل ما يكون ان هو مش ضار للبيئة ما يبقاش ضار لصحة الانسان. صحيح. طيب عايزة تعلقي على حاجة؟ لا تمام، هي بس فكرة شروة دايما اللي هو اشتري حاجة تدوم معايا أطول فترة ممكنة. طب أنا هسألكوا بقى سؤال مهم أوي بقى، يعني مضايقني. شروة دايما ماشي، طب احنا هنستبدل الكيس البلاستيك اللي بين كل ست مصرية طبعا بتفرزن الحاجات في الفريزر في المواسم بتاعتها، فبتجيب الكيس والكيس دي بيبقى مصيرها في النهاية انها تكون في القمامة، والقمامة طبعا احنا عارفين بعد كده بيبقى مصيرها ان هي يبقى وظيفتها الجميلة هي انها تلوث البيئة. شروة دايما اقوله مثلا هنجيب علب بلاستيك وهتبقى هي دي اللي بتخزن فيها، طب دي مقدور عليها، في حاجات تانية يعني مش هينفع نستبدلها، يعني
الاسترو ازاي يبقى شروه دايما؟ يعني الشفاطات بتاعه العصير ازاي تبقى شروه دايما؟ في منها ورق بس مش هتبقى شروه دايما. في منها كمان معدن وفي لا الفكره بس ان البلاستيك بياخد سنين كتير جدا علشان يتحلل، فاحنا لما بنرمي بلاستيك ده بيدور البيئه بشكل كبير جدا. لكن الكرتون والورق ده بيعاد تدويره عادي، فدي الفكره بس. هي ده يعني احنا عايزين بس الناس، المشكله بالنسبه لنا كانت البلاستيك فعلا اكتر حاجه الناس بتستخدمها، بس احنا بقى حاولنا نقدم لهم البدائل في كده. يعني احنا بنعمل مثلا فيديوهات فيها اسمها عاده دايمه، مثلا بنقول للناس انت ممكن تروح للعطار معاك برطمانات ازاز وتطلب منه ان هو يدي لك فيهم اي توابل او اي حاجه، بدل ما تاخد معاك برده كياس بلاستيك كتير جدا وانت مروح وكده. فدي برده حاجه بسيطه تقدر تعملها هتفرق برده جدا معاك يعني في مدار مع مدار الوقت. بالظبط. كويس جدا. طب دي فكره، في افكار تانية شبه كده يعني في الفيديوهات اللي انتوا بتعملوها؟ في برودكت كتير قوي احنا قلنا للناس ان ازاي نبدلها. اقرب حاجه فرشه السنان، كل يوم بنصحى نغسل سنان فرشه السنان بلاستيك. لا احنا في فرش سنان مصنوعه من خشب الخيزران وشعرات الفحم، دي اصلا مفيده لينا وفي نفس الوقت يعني مش ضرر للبيئه عشان هي ما فيهاش اي حاجه داخل فيها بلاستيك. ايوه بس اللي انت بتتكلمي عليه ده حاجه من الاثنين، يا ما بنلاقيهوش يا بنلاقيه غالي قوي. لا احنا نزلنا، ما احنا بننزل للناس البدائل مش مجرد ان احنا نقول لهم على المنتج بشكل عام. احنا بننزل لهم براندات وبننزل لهم اماكن كمان يقدروا يشتروا منها. تاني حاجه لا هي متوفره وفي نفس الوقت انت ما فرشه الاسنان هتبقى شروه دايما ولا لا؟ تتغير كل 3 شهور مثلا. هي كده بتتغير كل 3 شهور. الخشب دي بتتغير كل 6 شهور مش 3، وفي نفس الوقت هي صديقه للبيئه جدا، ويعني حتى لو رميتها هي هتبقى مش هتضر، بس يعني هي مش بلاستيك هتتحلل. نفس بالظبط. تمام. طيب خلينا نتكلم عن يعني عدد الفريق بتاعكم، كنتوا قد ايه تقريبا؟ 21. بس يعني في منا مسؤول بقى عن المونتاج وعن التصوير، وفي بقى بيعمل كونتنت السوشيال ميديا. قسمتوا نفسكم ازاي؟ هو يعني احنا مقسمين اكتر حد شاطر في كل جزئيه معينه وده بيكون مسؤوليته. يعني في عندنا مثلا تيم بيمنتج الفيديوهات، في تيم بيصور، في مثلا تيم بينزل بقى الايفنتات دي، بس في اغلبنا يعني بننزل كل الايفنتات. وطبعا برده مثلا في دكتوره مشرفه علينا في المشروع، دكتور حياه بدر، برده بتوجهنا وبتساعدنا جدا. ومعانا برده المعيده دكتور نورهان، هم برده يعني اكتر ناس بتساعدنا بصراحه في المشروع، بيساعدونا ان احنا ننظم نفسنا احسن. تمام. ايه عايز اعرف ايه هو صديق المستقبل اللي انتوا اخترعتوه ده؟ هو احنا واحنا بنناقش الفكره كانت الدكتور كانت قالت لنا ان احنا عايزين نعمل حاجه مختلفه. ناس كتيره جدا يعني بتتكلم عن المنتجات الصديقه للبيئه وكده، بس لازم يبقى في حاجه مختلفه. ففي زميله لينا كانت اقترحت شخصيه دايم. احنا كنا عايزين نوصل فكره للاطفال برضو، لان الاطفال يعني في ناس كتيره بتبقى فاكره ان هم يعني مش مؤثرين في القرار الشرائي، بس لا يعني لو هو الطفل عنده وعي بالمنتجات الصديقه للبيئه هيقدر ياثر على باباه ومامته في القرار الشرائي. فاحنا فكرنا في فكره دايم دي، هو ان احنا نجيبه ان هو على اساس ان هو شخص جاي لنا من المستقبل وبيقول لنا عواقب الحاجات اللي احنا بنعملها حاليا بقى من استخدام بلاستيك والحاجات دي. عملتوه كرتون. بالظبط كرتون عشان تبقى يعني الاطفال تجذب الاطفال. طبعا التيم بتاعكم كان في حد شاطر في الكرتون هو اللي عمل. بالظبط صح كده. طيب خلينا نشوف مع بعض يعني الفيديو ده او كرتون دايم او صديق للمستقبل. مين قال ان الفرص بتيجي مره واحده بس؟ انا دايم فرصه جديده واخدكم معايا جوله اعرفكم فيها عن نفسي. انا عايش على نفس كوكبكم والطبيعه هي ارضي، اما بقى الشمس والقمر فهم اصحابي المقربين. انا جيت من المستقبل 2050 من بوابه الزمن عشان اقول لكم اللي هيحصل لكوكبنا في المستقبل، وعشان ننقذ سوا الكوكب من الملوث اللي بيدمر البيئه. ومن هنا بقول لكم قلل بدل كمل وخليها شروة دايما. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هحكي لكم عن ملوث الشرير اللي نسيت اقول لكم هو ازاي ظهر في 2050. ممارسات كتيرة تراكمت على مدار سنين كانت سبب في ان الملوث يظهر زي عوادم العربيات والدخان الملوث اللي بيطلع من المصانع، وكانت من اهم الحاجات اللي بيتغذى عليها وساعدته يكبر اكتر واكتر هي النفايات اللي صعب نعيد تدويرها واخطرها البلاستيك اللي سبب تلوث للمياه وقضت على كائنات بحريه وبريه كتير.
وسبب ضرر كبير على التربة فاختفت كتير من المحاصيل الزراعية، ده غير بقى المشاكل الصحية اللي عملها للبشر. البلاستيك نقدر نلاقيه في حاجات كتير حوالينا زي الاكياس والكوبايات والازايز وقالب حفظ الطعام والفرش وكتير غيرها، ويعتبر كلهم ليهم بدايل، اللي ملوش بديل هو كوكبنا. ومن هنا بقول لكم قلل بدل كمل وخليها شروة دايما. كوكب الأرض ده أنا أدمره. صديق من المستقبل، يعني الحقيقة أنا عايز أسألكم مين اللي كتب الكلام ده؟ هي زميلتنا معانا في التيم اسمها نيفين، هي بصراحة يعني كرييتيف جدا ودي كانت فكرتها، واحنا بقى بنساعدها يعني في حد مثلا بيعمل الفيديو، في حد شاطر في هو اي اي. ايوه لان عارفة الكلام ايه، قصير ما يزهقش وادالك المضمون بالظبط. هي كمان عاملة مجلة كمان عن شخصية فيها شخصية دايم دي، وعملنا يعني احنا لما رحنا المدارس ادينا بقى المجلة دي للاطفال، فيها برضو قصة طبعينها برضو لذيذة قوي، علشان برضو الاطفال يعني لازم نقنعهم بطرق مختلفة عن اللي احنا بنكلم فيها لحد مثلا ام او كده. فدي بصراحه اهم طرق للاطفال. يعني اسمها ايه صاحبتك؟ صاحبتنا اسمها نيفين. نيفين، نيفين اخذت امتياز شكلها صح. طيب الحقيقه ان انتوا كلكم يعني قدمتوا الموضوع بشكل مميز جدا، وشكل الشعار بقى شكل الشعار مرتبط بالاسم صحيح. هي قلل بدل كمل زي ما هي. مين اللي اقترح ان هو يبقى العجلة دي؟ هو احنا فكرنا فيها، يعني تيم الجرافيك فكر في الفكرة عموما، بس دكتور حياة يعني هي اكتر واحدة، يعني احنا ودنا لها اقتراحات كتير وهي عجبتها الفكرة دي اكتر حاجة، واشتغلنا عليها بقى بحيث ان احنا اللي هو عربية السوبر ماركت دي اللي هي بتدل على السلوك الشرائي، ال 17 مربع دولت بتدل على 17 هدف بتوع التنمية المستدامة الأمم المتحدة، وشكل ورق الشجر ده اللي هي دي حاجة المنتجات الصديقة اللي بيها دي بتبقى حاجة أورجانيك. تمام. طيب خلينا نتكلم عن مصدر معلوماتكم عن المنتجات الخضراء اللي بتساعد في الحفاظ على. احنا بصراحة اعتمدنا على اكتر من مصدر، يعني اعتمدنا على تحليل المضمون من صحف كتيرة جدا سواء كانت مصرية او غير مصرية، اعتمدنا برضو على استبيان، احنا عملنا زي سيرفي كده ويعني مالينا حواليها 1000 عينة، لان ان معظم الناس فعلا ما عندهاش يعني معلومات كتيرة عن المنتجات الخضراء، استعنا بحملات سابقة سواء كانت مصرية او غير مصرية. وكمان عملنا مقابلات مع مسؤولين في وزارة البيئة ووزارة التضامن الاجتماعي، برضو خدنا منهم معلومات، يعني مقابلات متعمقة خدنا منها معلومات اعتمدنا برضو عليها ضمن البحث بتاعنا. دي بتعتبر بقى من الأنشطة ان انت رحتوا لا دي في مرحلة البحث في الأول، احنا بنجمع معلومات او علشان تكون معلومات موثوقة فبنجمعها برضو من مصادر موثوقة. طب غير ان انت رحتوا المدارس رحتوا فين تاني، او ايه هي الأنشطة والفعاليات التانية اللي انت قمتوا بيها؟ رحنا مثلا مستشفى، ورحنا برضو نوادي، النوادي بقى بنخاطب فيها يعني الاطفال وفي نفس الوقت الامهات، والبرضو يعني الام برضو من الناس اللي بتاثر، احنا كل يعني هدفنا ان احنا نوصل لكل الناس مسؤوله ان هي تشتري. الطفل مثلا ممكن ياثر على مامته ان هو يختار منتج، والاطفال بقى يعني ممكن يلح عليها كمان، والام طبعا هي اللي بتقرر احنا بنشتري ايه، الاب هو يعني بشكل اكتر مسؤول عن الجزء المالي، فاحنا اهتمينا ان احنا نخاطب الثلاث فئات دي من خلال ان احنا ننزل بقى الانشطه دي. اسلوب وطريقه توصيل للرساله هل بيكون فيها اختلاف من ان انتوا تقدموها؟ طبعا زي ما شفنا كده انتوا مقدمينها للاطفال بشكل جميل جدا، التوعيه بقى من مجتمع لاخر هل بتختلف؟ اكيد طبعا، يعني حضرتك تقصدي مثلا يعني يعني مثلا لما هندي مثلا حاجه في يعني التوعيه دي في منطقه شعبيه الاستجابه ليها هتكون ازاي عن المناطق الراقيه؟ اعتقد ان الاستجابه في المناطق الشعبيه بتكون اكتر. يعني لا بالعكس، احنا لقينا لما نزلنا واتكلمنا مع الناس لقينا ان الناس اللي هي المناطق الراقيه لا عندها وعي اكتر بالحاجات دي، لقينا حتى ان هم سواء الامهات او سواء سن الشباب
يعني لما سألنا البنات في سننا لقينا انهم زي ما حضرتك قلتي بيستخدموا التوت باك، هي حاجه فاشن وفي نفس الوقت هي حاجه صديقه للبيع. لقينا الامهات حتى في بيوتها لا مقللين مثلا من الازاز البلاستيك، بيستخدموا الازاز. الازاز هي اصلا شكلها احلى مودرن وفي نفس الوقت بيحافظوا على صحه ولادهم. يمكن المناطق الشعبيه شويه مش عندهم وعي بالحته دي عشان هما بيبصوا على حته الفلوس. فاحنا برضو قررنا ان احنا ننزل ايفنت مثلا اللي هو ازاي نقدر الحاجات اللي هي عندنا نعمل لها ريسايكل ونستخدمها بشكل احسن وفي نفس الوقت ما تكلفناش. والله من غير ما تقولي ما فيش ام مصريه ما بتبطلش تستخدم البرطمانات اكتر من مره والكاس اكتر من مره. طيب خلينا نتكلم برضو عن يعني سؤال اخير كده في حلقتنا النهارده لان وقتنا جري بسرعه. التجاوب بقى للفعاليات اللي انتوا عملتوها كانت عامله ازاي؟ بصراحه لا يعني احنا لما كنا نزلنا النوادي كنا لقينا يعني في اقبال علينا. كنا بس مثلا لو انا يعني كان في حد بيبقى مثلا مسؤول عن الماركتنج للايفنت بتاعنا ان احنا مثلا نبدا نروح للناس ونقول لهم ان في ايفنت يجوا يشرفونا وكده، كنا بنلاقي اقبال من ناس كتيره جدا علينا. وعاملين حاجه من خلال السوشيال ميديا يعني معروفه. بالظبط. طبعا السوشيال ميديا ليها دور كبير جدا وفعلا يعني لقينا تفاعل من ناس كتير، وحتى الناس اللي هي ما عندهاش وعي بالموضوع يعني كنا لقيناهم ان هم عايزين يعرفوا اكتر او مهتمين بالفكره يعني. انا الحقيقه يعني بشكركم جدا جدا على فكره زي دي ان انتوا قدمتوها ووصلتوها بشكل يعني عايزه اقول ايه شبابي واطفالي ويعني لمجتمعات مختلفه ولفئات مختلفه. وعلينا بقى يعني ان احنا ده دورنا بقى، يعني انتوا كشباب قمتوا بدوركم وكطلاب كليه الاعلام قمتوا بدوركم، يعني دورنا احنا بقى هو ان احنا نبدا نتجاوب ونتفاعل مع اللي انتوا قدمتوه. اعتقد السوشيال ميديا ما خلتش، ويعني حتى اي حاجه انتوا شخصيا يعني شهرتوا موضوعكم على السوشيال ميديا. فالحقيقه ان احنا لازم نحط ايدينا على السقطات اللي موجوده في مجتمعنا ونقدر ان احنا نحاول نبدا ان احنا نقللها وبعدين نبدلها وبعدين نكملها. بشكركم جدا جدا، شرفتوني سلمى وآية ريهام، ويعني بتمنى لكم ان شاء الله باذن الله كل التوفيق والنجاح في المراحل المقبله باذن الله. وبشكر طبعا كل مشاهدينا اللي تابعونا النهارده في حلقتنا من برنامجنا برنامج شباب على الهواء. اشوفكم ان شاء الله الثلاثاء المقبل.